أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. حياكم الله يا شباب، الله يبارك فيكم. كيف أحوالكم؟ لعلكم بخير وعافية كلكم إن شاء الله. الله الحمد لله ولله الحمد، أحمد الله تعالى وأشكره. طيب آمين يا رب الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هل ترون السبورة طيبا جيدا؟ في شيء إشكال على السبورة أو على الصوت أو على شيء؟ نعم. طيب، درسنا اليوم هو النعت. ما هو يا شباب؟ النعت. نعم، واضح؟ السبورة واضح لكم؟ ما أنا أرى أكتب على السبورة، هل ترونها جيدا؟ الله يبارك فيكم. طيب، طبعا يا شباب أنتم تعرفون عن كلمة نعت، بعضهم بعض الطلبة يسمونه صفة، بعضهم وصف، بعضهم النعت، كلها صحيحة. واضح؟ إذا سميتم هذه الكلمة بوصف أو بنعت أو بصفة فهذه كلها صحيحة. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ اليوم أظن ما أرى أن حضر الطلاب كلهم اليوم، ما السبب؟ والله أعلم. طيب، نعطيكم أولا نبذة، نعطيكم أولا إن شاء الله نبذة، لأن كثير من الطلبة الذين يخطئون في النعت كثيرا. وما هو السبب؟ لأن أكثر الطلبة قد تعودوا على النعت الحقيقي، الصفة الحقيقية. انظروا يا شباب، النعت بالقسمين. ما هو النعت الحقيقي؟ واضح يا شباب؟ النعت الحقيقي. والثانيا النعت غير الحقيقي أو النسبي. تسمعون يا شباب؟ السببي. النعت السببي. هناك فرق كثير بين هذين النعتين. واضح يا شباب؟ هذين قسمين. يا شباب، هل الصوت واضح والكتابة واضح لكم؟ نعم. يعني من حيث المعنى، نقول من حيث المعنى ينقسم النعت إلى قسمين، إلى الحقيقي، يعني النعت الحقيقي، والثانيا النعت السببي. النعت السببي. واضح يا شباب؟ الآن ندرس أولا النعت الحقيقي. واضح؟
ثم إن شاء الله بعد ذلك نبدأ الدرس ما هو مكتوب عليه عندنا في الكتاب. انظر ما هو الحقيقي. النعت الحقيقي نقول يدل على معنى في اسم قبله. النعت الحقيقي، انظروا، النعت الحقيقي على، نحن نتكلم عن ماذا؟ النعت الحقيقي. النعت الحقيقي يدل على معنى، على معنى يدل على، يدل على معنى، ها، نعت الحقيقي يدل على معنى في أو في اسم، في اسم قبله، في اسم قبله. قبله. قبله، انظروا كيف، يعني قبله ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل النعت. يا شباب تسمعون؟ يا شباب الصوت واضح لكم؟ نعم. على سبيل المثال، المثال قابلت قابلت الطالبين الناجحين أين النعت؟ الناجحين، صحيح؟ شباب ترون كل شيء؟ طيب هل بناتنا وصلت؟ نعم تصل إن شاء الله، لأن اليوم هذا درس مهم، درس، لأن الطلبة يتعودون أكثر، يعني كلنا، يعني الطلبة عندما أنا أتكلم طلبة فمعنه أنا أولا، وهذا شباب حينما أنا أتكلم كلما أنا أقول لكم طلبة فمعناه أنا أتكلم عن نفسي أولا ثم أنتم الشيوخ. نعم، كلما الطلبة، يعني نحن كتعودنا بالنعت الحقيقي أكثر، فلذلك نخطئ في النعت السببي. انظر يا شباب، قابلت، تقول، يعني ما نحتاج إلى العرب إلا قليل، نقول قابل، هذا فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة، صحيح؟ والذي قال مبني على السكون في محل، يعني نسب، أما نحن قد درسنا قابل فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة في السكون، نعم، على السكون، تو هذا ضمير متصل، نعم يا شباب، ها، مرفوع أليس كذلك؟ نعم، وهو فاعل. الطالبين أليس هذا مفعول به منسوب؟ منسوب بأي شيء؟ بالياء. نعم. والناجحين، ناجحين صفة أو نعت أو وصف كما أنتم تقولون للطالبين. فقلنا النعت الحقيقي، انظروا هذه الصفة حقيقية لفظا ومعنى للطالبين، للطالبين، واضح يا شباب؟ فانظروا يدل على معنى ماذا؟ في اسم قبله. ما هو الاسم الذي قبل الناجحين؟ طالبين. يعني هذه صفة حقيقية لطالبين يا شباب، طالبين، واضح؟ هل كلكم واضح؟ طيب يطابق منعوته، يعني حينما نحن نتكلم عن الحقيقي، النعت الحقيقي، يطابق النعت المنعوت في أربعة أشياء من عشرة، في أربعة أشياء من عشرة، يعني ما معناه في أربعة أشياء؟ دقيقة، تطابق أو يطابق أو يتبع نفس الشيء، يطابق
النعت المنعوت، يعني أين المنعوت؟ شيخ الياس، أين المنعوت؟ اسم قبل النعت. نعم، في كل شيء، نقول في كل شيء. ما هي كل شيء؟ انظروا. أولا التذكير والتعنيف، وهذا يا شباب. وثانيا النكرة والمعرفة، أليس كذلك؟ طيب الإعراب، الإعراب ما هي الإعراب عندنا؟ الرفع، النسب والجر أو الخفض كما يقول الشيخ، الخفض، أليس كذلك يا شباب؟ ورابعا العدد، ما هو العدد لدينا؟ المفرد، نعم، التثنية والجمع، أليس كذلك؟ انظر يا شباب، التذكير واحد، التانيث اثنان، يعني الثاني، النكرة ثلاثة، المعرفة أربعة، الإعراب منه خمسة، والنسب الرفع خمسة، النسب ستة، الخفض سبعة، المفرد يعني في العدد ثمانية، التثنية التسعة، والجمع صار عشرة. وهذا يا شباب في هذه العشرة أشياء تجدون تطابق الأربع دائما. ماذا؟ النعت يطابق منعوته في أربعة أشياء. كيف يا شباب؟ انظر، أليس كذلك هذا الوضع؟ انظروا التذكير والتانيث، الطالبين مذكر ومؤنث، إذن النعت كذلك المذكر، صحيح؟ إذن خلاص منهما اختار التذكير، تذكير. طيب النكرة أو المعرفة، الطالبين مذكر ومؤنث يا شباب، معرفة والناجحين ممتاز، واضح؟ الإعراب، الطالبين مثنى، أليس كذلك؟ التثنية، والناجحين تثنية كذلك، يعني سقط عندنا. طيب وكذلك الطالبين منصوب وعلامة نصبه، علامة نصبه يا، نعم، لأنه من لأنه مثنى. طيب وناجحين كذلك منصوب. وهذا يا شباب، هل طابق النعت المنعوت في هذه الأشياء الأربعة كلها؟ نعم. إذن يطابق النعت المنعوت في أربعة من عشرة، أليس وهذا يا أم لا؟ شباب، هل أحد عنده السؤال في هذه الأشياء؟ هذا قد تعودنا، هذا أنتم درستم إن شاء الله، وأنتم قد مزقتم هذا بالكتابة وبالفهم، أليس كذلك؟ الذين معنا الهوى، هذا واضح؟ نعم. في إشكال أو أحد؟ لا. طيب الآن نمس هذا ونأتي بالنعت السببي، واضح يا شباب؟ طيب ها؟ طيب صورتم؟ تريدون الصور؟ طيب الآن ما هو السببي؟ هل أستخدم القلم الصغير أو القلم الكبير؟ الكبير أظن أسهل، تطرون جيدا. ها
النعت السببي. واضح يا شباب؟ سبورة واضح؟ نعم. ما هو نعم ماذا قلنا في انظر إلى السورة الذي أنتم كتصورتم، ماذا كتبنا في النعت الحقيقي؟ ها كتبنا هناك ها يدل على معنى باسم قبله، ولكن هناك يدل على معنى باسم بعده. طيب يا شباب، يعني يدل على معنى باسم بعده وله ارتباط باسم قبله. انظر يا شباب، وله ارتباط باسم قبله. دقيقة لا تخافوا أنتم، أنا نكتب إن شاء الله. انظر يا شباب، أولا ماذا قلنا؟ المثال الأول في 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 في, في النعت الحقيقي، أي مثال أتينا به؟ قابلت الطالبين الناجحين. شباب، قابلت الطالبين الناجحين. ألا نقول قابلت الطالبين الناجح أخوهما؟ انظر يا شباب، أنا أقول لكم مثال، قابلت الطالبين. كم هؤلاء؟ الناجح. دقيقة دقيقة لا تخافوا أنتم، أخوهما. أين النعت؟ أين النعت؟ النعت ناجح صحيح. انظر إلى الكتاب إلى السبورة، قابلت الطالبين. كثير منكم يقولون لماذا ما جاء الناجحين؟ هذا النعت ليس للطالبين، بل هذا لأخوه. الناجح أخوهما. شباب ترون هذا له أصول في اللغة العربية، له قواعد. يعني قابلت الطالبين الناجح، أصلا هذا النعت ليس للطالبين، بل ناجح. نحن نقول هذا منعود، ولكن شوف أخو له، انظروا، يدل على معنى باسم بعده. باسم بعده، ما هو الاسم الذي بعده؟ يعني بعد، نحن نتكلم عن ماذا هناك؟ عن النعت السببي، أليس كذلك؟ النعت السببي يدل على معنى أو معنى في اسم، باسم بعده، بعد ماذا؟ بعد النعت. نتكلم عن النعت، بعد النعت، أين النعت؟ الناجحة. بعده، وله ارتباط باسم قبله. يعني لهذا الاسم ارتباط الذي قبله. أخوهما، هذا هما يدل على ماذا؟ الطالبين. هل فهمتم يا شباب هذا؟ له قواعد، أنا سأريكم إن شاء الله كيف يكون اثنين في الثلاث خمسة، ترون إن شاء الله هذا دقيقة. طيب، نقول هذه وصفة، يعني هذا النعت الناجح، يعني هذه الكلمة الناجح وصف أو صفة أو نعت الاسم الذي بعدها، وهو أخوهما. وأخو طبعا مرفوع مضاف، وهما مضاف إليه في محل جر، لأنه مبني على السكون في محل جر، لأنه مضاف إليه. على كل كما أنتم تعلمون، هذا طبعا يعني الضمير، الضمير المتصل، الضمير المجرور، وهذا على كل. قابلت الطالبين، وماذا وجدتم الآن هذا؟ انظر الذين معنا الهواء، نقول
كما قلت لكم ولها ارتباط بما قبلها الطالبين، ولها ارتباط بما قبلها بما قبلها وهو الطالبين. نلاحظ الآن في النعت السببي، انظروا ماذا نلاحظ هناك. الملاحظة، أنتم كنتم تريدون أن تقولوا قابلت طالبين ناجحين، ناجحين ماذا؟ فيكون هناك مشكلة بعد ذلك. لا، الناجحين إذا كان بارتباط، لأن هذا السبب، هذا السببي وليس نعت حقيقي، ها مرفوع. أيوة، أنا أتيكم أتيكم إذا لماذا هذا صار هكذا؟ هذا هو عندنا الأصول في اللغة العربية، هذا مرفوع تجدونه مرفوعا، وهذا الذي قلنا له نعت هذا صفة منسوب. هل طابقه في بعد ولا في بعد؟ هذا هو ما نلاحظ هناك، وهو الأصول في اللغة العربية. وهذا يا شباب، نعم، ما هو الملاحظة يا شباب؟ نقول في النعت السببي يشير إلى ما بعد النعت، هذا قلنا، وفي النعت الحقيقي يشير إلى ما قبل النعت، صحيح؟ يعني النعت السببي هذا كما قلنا يشير إلى بعد النعت، يعني الإشارة هناك إلى بعد النعت الذي هو أخ عندنا. وفي الحقيقي هذا النعت يشير إلى قبل النعت، قبل النعت. إلى هنا واضح هذا؟ انظروا شيخ إلياس وشيخ دكتور وغيركم تقولون، طيب أنا أقول لكم من الناجح؟ هل ناجح طالبان أو الناجح أخوهما؟ ليس الناجح الطالبين هناك، لا لا لا، قلت قابلت طالبين، الناجح أخوهما، هذا الناجح ليس طالبين بل هذا أخ، هذا أخ الذي نجح أصلا. طيب، ولكن في النعت السببي أريكم إن شاء الله، نعلمكم إن شاء الله، نتعلم بإذن الله عز وجل حتى يكون لكم إشكال كلها، يعني تكونون إن شاء الله بريئا من الإشكال بإذن الله عز وجل. انظر يا شباب الذين معنا، الشيخ إلياس والشيخ شبريز والشيخ مظفر والشيخ عذرة وغيركم، إن شاء الله كلكم تلو. انظر يا شباب، وكلمة الناجح كما أنتم ترون في يعني هذه الجملة هو نعت سببي لكلمة طالبين، ليس نعت حقيقي بل هذا نعت شباب، هذا نعت أصلا. هذه يعني الناجح الذي، من الذي نجح؟ هل نجح طالبا أو نجح أخوما؟ ولكن هذا الناجح صار نعت سببي بارتباط هذا للطالبين، هذا هو الأصول عندنا أولا. يعني هذا تلاحظون، نقول الناجح شباب، نقول الناجح، هناك كلمة الناجح، هنا النعت السببي ليس نعت حقيقي. إذا النعت السببي لأي شيء؟ لكلمة طالبين. دقيقة، اترك أنتم، اتركوا هذا أنتم للدقيقة حتى نأتي بالأشياء الجديدة إن شاء الله. ما هي؟ انظروا يا شباب، يتبع السببي، يتبع يعني من؟ ماذا؟ يتبع نعت منعوته تبعا وهو قبله. أين؟ انظروا هذا عليكم تكتبونه، يتبع النعت من عوته. طيب، يعني من عوته وهو ما قبله، يعني ما هو من عوته هناك؟ الذي هو قبله، ما قبله في ماذا يتبع؟ يتبع في شيئين فقط، ليس في أربعة أشياء. وهذا يا شباب فقط يتبع النعت السببي الذي قبله الاسم جاء، سميناه منسوب يعني منعوتا
لأن النعت السببي لدينا، فهذا النعت يتبع المنعوت أو يتبع الاسم الذي قبل هذا النعت في شيئين، في ليس في أربعة أشياء، وهذا يا شباب في شيئين. والنعت الحقيقي كان يتبع منعوته في أربعة أشياء، صحيح؟ يعني في كلها، في كلها. أما النعت يتبع منعوته، النعت قصدنا أي نعت؟ النعت السببي، يتبع النعت السببي منعوته ما قبله في شيئين. ما هو أولا؟ التذكير والتأنيث، هذا معنى واحد. أولا التذكير والتأنيث، وأيضا في الإعراب، والثانيا في الإعراب بس، لا يتبع غيرهما في الإعراب. ما هو المفرد؟ أنا أخطأت، تذكير التأنيث، أنا كتبت هذا التعريف والتنكير، نعم. يعني في شيئين ما هما؟ ليس مذكر ومؤنث، أنا أخطأت، ليس مذكر ومؤنث، بل التعريف، نعم، والتنكير، فهمتوا يا شباب؟ واضح؟ يتبع النعت السببي، هناك تكتب السببي حتى، يتبع النعت السببي منعوته يعني ما قبله في شيئين، في ما هما يا شباب؟ التعريف والتنكير، والثانيا أيضا في الإعراب، يعني إما يكون الرفع، إما يكون، لماذا أنا قلت مفرد؟ الرفع والنصب و والقفز أو جر، واضح يا شباب؟ يا شباب واضح؟ إلى هنا واضح لكم؟ طيب أنا أعطيكم مثال، أنا أعطيكم مثال بعد ذلك، أولا أكتب هذه الأصول كلها، هذا واحد، هذا ثاني، نعم. أما يتبع ما بعده في شيء واحد وهو التذكير والتأنيث، ماذا؟ يتبع، يعني لكم شيئان، واحد واثنان، لأن عندكم النعت السببي له اسم قبله وله اسم بعده. شباب تفهمون؟ أما النعت الحقيقي هل له اسم بعده؟ لا. الذي يربط بالذي باسم الذي قبله؟ لا. واضح إلى هنا؟ شباب نعم. أما التعريف، النعت السببي له اسم قبله وله اسم بعده، فيتبع الاسم الذي قبله الذي سميناه منعوتا له في شيئين، يتبعه أولا في التعريف أو التنكير أو في الإعراب، وهذا يا شباب إذا كان هذا مرفوعا فيكون هذا مرفوعا، منصوبا أو منصوبا فيكون مجرورا أو مجرورا، وهذا. ويتبع إطلاق ليس على سترون الآن، هذا جاء مذكر لأنه قبل وبعده مذكر، إذا أنت سميت الثالث بعد ذلك أنت تقول هذا ليس تابعه بل تابع الذي بعده، دقيقة أنت اصبر.
طيب يا شيخ، ويتبع ما بعده، ويتبع يعني يتبع ماذا؟ الناتو السببي ها يتبع الناتو السببي الاسم الذي بعده في دقيقة من هذه أنا أكتبها حتى يكون هذا مع بعض القرية الظالم أهلها أنا أسألكم هل ظالم القرية؟ أو أهلها الظالم؟ يا شباب انظروا هذا هنا نعت هذا هنا نعت النعت سببي انظروا القرية الظالمة هل تكتبون القرية الظالمة؟ لأن أهل مذكر هنا نعم هذه في فعل حقيقة هذا النعت يعني الظالم أهلها وليس الظالم القرية انظر يا شباب ماذا نقول هنا في هذا هذا النعت طابع القرية في التعريف لأنه معرفة أليس كذلك؟ كما سبق لنا هذا يعني يتبع النعت السببي منعوته في التعريف والتنكير والإعراب فهذا معرفة القرية يأتي هناك الصوت نعم والظالم كذلك معرفة طيب هذا مجرور جاء لأنه من هذه القرية الظالمة صحيح دقيقة هذا الصوت يأتي لي ما أدري لماذا طيب أهلها الظالم مذكر أو مؤنث مذكر لماذا جاء مذكر لأن أهل مذكر هناك تبع ظالم الاسم الذي بعده لأن أهل مذكر فلذلك جاء الظالم مذكر وهذا يا شباب وهذا يا شباب طيب أما يكون هذا دائما ماذا عددا مفردا وهذا يا شباب نعم طيب تقولون يا شباب قابلت فتيات قابلت فتيات قابلت فتيات انظروا قائما أبوهن قائما أبوهن أين صفة السببي شباب قابلت هذا فعل وفاعل فتيات أليس هذا منصوب لأنه جمع مؤنث السالم فمنصوب فهذا منصوب بالكسرة قائما أليس منصوب هذا هذا مفرد منصوب بالفتاة فتيات معرفة أو نكرة قائما نكرة معرفة تبعه يعني تبع منوتا في التعريف أو التنكير طيب ثانيا هذا منصوب وهذا منصوب يعني في الإعراب وهذا يا شباب أبوهن أب مذكر أليس كذلك؟ هذا هن يعود إلى فتيات أليس كذلك؟ أبو مذكر قائما ماذا جاء؟ ها؟ قائما جاء مذكر يعني ها؟ تذكير تعنيس لا يعني هذا أبو انظروا طيب انظر قابلت فتيات مثلا
قائما آباؤهن ولو كان هكذا. قابلت نفس المثال نعطيكم حتى ياتين قائما آباؤهن. هل جمع هذا؟ هل هذا جمع؟ لا يطابق في العدد ابدا. وهذا يا شباب هذا سببي، هذا ليس النعت الحقيقي، هذا النعت السببي. وهذا يا شباب تقولون عاد الجنود، نعم عاد الجنود المنصور فأيدهم، او قائدهم قدرهم عاد. هذا المثال الاخير نعطيكم عاد الجنود المنصور قائدهم شباب. عاد الجنود، هل تقولون منصورون؟ لا. نعم مفرد لماذا؟ لأن هذا السببي، المنصور قائدهم يعني الذي نصر، هذا هناك يعني في ما يقولون نائب الفاعل يعني منصوب الجاء. على قلب اختصار هل عرضوا هذا؟ هذا الجنود، الجنود جمع، هل هذا في الجمع؟ لا يطابق، لا يطابق هذا في العدد، بل نقول هذا معرفة، هذا معرفة، هذا مرفوع، هذا مرفوع، اسم المفعول مرفوع، هذا أليس كذلك؟ ليس هنا مفعول، هذا اسم المفعول وليس المفعول المنصور الذي نصر. واضح يا شباب؟ من قائدهم يعني آد المنصور قائدهم، آد الجنود واپس او فوج المنصور قائدهم تهوديوس جورت شو سو شو مدد اوكر. واضح يا شباب؟ يعني قصدي لك فيك في اليوم، لان هذا كان نبذه للدرس الذي سندرس ان شاء الله على نقدر قادر ان نعد، ولكن هذا كان يعني لكتو بيسلس. تقول لكتو بيسلس هذا زور. نعم طيب، حتى نحط فيه حليب فيصبح الزبادي. واضح يا شباب؟ نعم. فهم يزود بترون زوم دوت بنام كثر على كل حال. واضح هذا الان يعني الفرق بين النعت السببي والنعت، لان الى الان نحن كنا دائما يعني متعودين بالنعت السببي بالنعت الحقيقي، فكنا نرى معرفه معرفه، نكره نكره، مفرد مفرد، منصوب منصوب، مثل الى اخره، اليس كذلك؟ لا، ولكن النعت السببي يتبع الاسم الذي قبله الذي هو منعوت، يتبع في التعريف والتنكير وكذلك في الاعراب. اما الاسم الذي بعده له ربط بالمنعوت فيتبع في شيء واحد وهو التذكير والتانيث. اما العدد فيكون النعت السببي دائما ابدا مفرد، ولو كان قبله مفرد او مثنى او جمع، او بعده مفرد او مثنى او جمع، هو لا يغير شكله في تفريده. وهذا يا شباب نعم طيب سبحان نعم طيب دقيقة طيب هذا الشكل يعني المنصور قائدهم هنا، هذا ليس بسبب أنه مرفوع فلذلك جاء مرفوع، هذا هنا هو يأتي قائدهم يعني بالشكل المرفوع، هناك شكله مرفوع يعني هذا الجنود المنصور قائده، يعني نصر او نصره الله، نصر الله قائده، هناك انا نصر قائده، فلذلك سواء منصور، اذا كان الناصر فهو فاعل، اما منصور فهو مفعول، نصر قائده، هذا في يعني في نائب الفاعل هناك. وهذا يا شباب نقتفي اليوم هناك، نقول سبحانه اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الان عندما ندرس ان شاء الله الدرس الجديد النعت الان نفهم ان شاء الله، والا قد صار هناك تلخبط.
يقولون بسبب التعود الحقيقي إنسان يخطئ في أسره. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.